تاني الاعدادي الناس اللي ماسكه كتاب جيم الحلوين بيقول لك طبعا السؤال الخامس، الدرس الخامس والسادس بيبقى هري كده في الدروس اللي قبله، مفيش حاجه جديده يعني. بس بقى معلش هناخد بقى فوكابلري اكسرسايز او الاكسرسايز بتاعت ايه، بتاعت الفوكاب اللي هي المفردات. خد بالك في نقطه، بحب جيم عشان حاجه واحده بس، عشان بيدي كل حاجه يعني حقها كده، تحس انه باشا كده. Can you know the problem clearly and ده هنا انت اكسبلين، هتشرح بعد الشر عليا وعليك المشكله يا قلبي. Explain the problem. You should have a not diet. انت حفظت ايه غير balance diet اللي هو الدايت المتوازن. He didn't study hard. ما بيذاكرش بجد. As a result. Result يعني نتيجة. نتيجة ان هو مش بيذاكر هيبقى he didn't succeed. لو قلبناها هيبقى a reason for. او cause of. خد بالك لا فينا فور ولا فينا ايه of، فبره يا هي ترينز، هو بيتدرب تو جوين نقط ذا كلوب اثليتكس كلوب، نادي رياضي. بيقول لك هنا اتس امبورتنت تو نقط ميك شور على طول. انا بصوا انا شفت شور اقول ميك شور، ده برضو تعبير على بعضه يا شباب المستقبل الجميل. شوف هند بقى في نمبر 6 بيقول لك هند مالها، هند از نقط because she lost her mobile phone. واحدة بعد الشر ضيعت التليفون بتاعها عشان من الله حرامي سرق التليفون او راح منها لاي سبب من الاسباب، تبقى طبعا هي unhappy ده زمانها بعد الشر. الثلاثة دول الاثنين دول بمعنى مبسوطة. lost فقدت، upset اللي هو بقى ايه، احساس اوحش من الحزن شوية. بيقول لك بعد كده السؤال السابع، can be green red and yellow. احنا عبرنا غير البيبرز، بيبر اللي هو الفلفل، اسم الله عليها الطماطم برضو ساعات بتبقى before they are red بيبقوا green، الطماطم بتبقى خضرة ما علينا، بس هو كاتب لك في الكتاب بيبر، يبقى بيبر الفلفل الوان. I'd like to not my younger son introduce يعني اقدم اخويا الصغير. نقط are usually cooked with other vegetables in salad. بيتطبخ مع السلطة اللي هو الطبخ مع الفيجيتابل in salad البيبرز اللي هو الفلفل، لكن طبعا السويتس الحلوة لا، البسكتس والكيكس لا. I'd like to know. انا حابب ان انا اعرف the not why you are so late. ليه انت سوليت، ليه انت متأخر جدا، اللي هو the reason، السبب reason why. If I don't have enough sleep or get enough sleep، لو انا ما حصلتش على نوم كفاية طبعا I get a headache، هيبقى عندي headache، هيبقى عندي صداع. lunch is the not meal of the day، هي الوجبة الرئيسية في اليوم كله هي وجبة الغداء. مين ميل، الوجبة الرئيسية مين ميل، وجبة رئيسية مين يعني تعني، ماين يعني ملكي، مين معرفش الحقيقة. Your not is the kind of food that you eat veget every day. Your ايه، your work ولا exercise ولا diet؟ لا diet. ليه diet؟ اللي هو النظام الغذائي، اللي هو نوع الطعام اللي انت بتاكله كل يوم، الروتين اليومي في الاكل بتاعك. It's not good to play games late. late يعني متأخر بالليل، late at night. حرف الجر at دايما بيجي مع الليل. late at night. how much يعني كم للكمية، بيجي بعدها وقت، بيجي بعدها كمية. do you get every night. every night كل ليلة يبقى sleep. How much sleep؟ ينفع how much sleep؟ طب يا مس hour sleep، لا hour sleep، sleep hours الكلام ده كله يتعد. How much sleep؟ لا يعد. How much sleep do you get at every night؟ ايه كمية من النوم اللي انت بتقضيها في اليوم. need انت مش you don't need، انت مش محتاج to buy anything، تشتري اي حاجة. I think we have enough food. انا قلت لكم ان enough يعني كافي، enough food يعني اكل كافي. I don't like this soup، انا ما حبيتش الشوربه دي. there is too، بصوا يا جماعه الصلت لا يعد، مش هتعد انت الملح، هتعده ازاي؟
يبقى too much. بصوا بقى التي او او تو زائد صفة بمعنى كبير جدا او حاجة يعني صفة كبيرة او قوية بدرجة لا يمكن تحملها زي too much كتير جدا ملح كتير. يعني مثلا الشوربة دي فيها لتعه ملح كده ربعاية يعني ربع معلقه ملح، لا ده فيها 3 معالق ملح، فاللي هو مثلا ايه انت بتشرب مش بدوده فيبقى تقرف بقى وكده too much ايه salt ملح اكتر من اللازم. there are too many books نفس الفكره كتب كتيره جدا in this bag I can't carry it مش عارف ايه اشيلها ما فيها كتب ايه كتير. there are parks in the city there is nowhere to play there are many او too many لان ما عنديش مكان ان انا ايه اركن ان انا قصدي العب too many parks in the city parks اللي هي الاماكن اللي هي المنتزهات فهي مكان اماكن كتيره جدا فلا not enough عشان not where nowhere to play sorry nowhere انا قريتها حاجه تاني سوري قريت اللي فوقيها انا اسفه جدا nowhere يعني لا مكان للعب ما عندهمش مكان يلعبوا زي عندنا كده في المحموديه ما فيش ولا منتزه فما فيش not enough parks ما فيش اماكن للايه للعب لعب تلعب في الشارع. نادر ذا نيفر جوت اني ماني نادر ما عندوش فلوس ليش لوحدك يا نادر ليفت هي سبينس ما عندوش فلوس خالص رمى فلوس كتير على الكمبيوتر جيمز على الايه التو ماتش ماني على الكمبيوتر جيمز انفق فلوس كتير على الكمبيوتر جيمز. there is no smoke in here I can't breathe مش عارف اخد نفسي عشان تو ماتش سموك دخان كتير في المكان فمش قادر اخد نفسي هي ليه تو واخد بالك احنا ايه قاعدين لتو النهارده. اللي بعده بيقول لك ايه بقى he is a little boy هو مجرد ولد صغير he isn't strong مش قوي strong strong يعني ايه قوي تمام he isn't strong مش قوي كفاية strong enough مش قوي كفاية عشان يشيل هذه الايه carry that bag مش هيقدر يشيل الشنطة دي. I think you have done هنا معنى فعلت ده تصريف ثالث للفعل دي مضارع تام يا شباب done too much work العمل لا يعد too much work you look tired انا حاسس انك مرهق عشان انت اشتغلت ياما النهارده. I can't go out tonight انا ما اقدرش اخرج الليله. I have got not house work to do عندي شغل البيت كتير جدا too much الhouse work برضو ما بيتعدش شغل البيت ما بيتعدش يبقى too much house work to do. I know I talk too much. I should talk less. المفروض أنا كنت أتكلم أقل من كده أنا اتكلمت too much talk يعني لكيت شوية زيادة عن اللزوم. ده كده السؤال العاشر كل ده في زي ما قلت لكم much و enough والكلام. I try not to eat too much. أعطيك تو واحدة بقوة واحدة بس لأديها اتنين أو. إيمان feels tired all the time and doesn't get enough sleep مش sleep enough sleep enough دي جملة أمرية انت عارف انت ازاي هقول لك ازاي enough sleep نوم كفاية انما sleep enough يعني نام دي جملة أمرية بمعنى نام جيدا دي كده جملة أمرية واخد بالك انت يا باشا اللي بعده our team الفريق بتاعنا didn't play well ملعبش كويس we made two mistakes هنا too many mistakes المستيكس بتتعد فهتبقى too many mistakes لعبنا عملنا اخطاء كتيرة. there is too much شو خد بالك too many time لا too much time لا استنى too much sugar اكل سكر كتير سكر كتير في الشاي السكر ما بيتعدش فبنستخدم له ماتش نفس الكلام الوقت ما بيتعدش بنستخدم له ماتش برضه تو ماتش هنا يو ورك تو ماتش برضه الشغل ما بيتعدش فبنقول تو ماتش ماتش للاسماء التي لا تعد اصحى معايا طالب يلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده
أحمد is going home. أحمد كان مروح. لكن يوسف but يوسف tells him قال له to have lunch together. قال له تعال نتغدى مع بعض بس يعزمك يعني. Where are you going after work؟ ده يوسف اللي بيسأل أحمد آدم. بيقول له آدم أنت كنت راح فين بعد الشغل؟ فقال له هنا سؤال. قال له I'm going home. ما هو لسه قايل لك آدم is going home. يبقى I am going home. وخد بالك سو بيسأل بقى are you وفعل زي ده نجيب بقى ياه. ما are you تبقى I am. دي بتتحول ل I و I بتاخد am. I am going home. أنا مروح يا ابني. فهنا سأله سؤال فقال له great where could we go to have lunch. يبقى could could ده طلب مؤدب وماله could أنا استلفتها منك معلش could we أو could you عاد could we خليها we could we go to have lunch together. الجملة دي كده هطلعها فوق go to have lunch together. قلت لك قبل كده في المحادثه ما تدفعش حاجه من جيبك كله من جيب الزبون ما تحاولش تجيب حاجه من عندك يا طالب يا فقيق. في هنا جمله قال له ماشي وماله انا موافق. ففي هنا جمله فقال له that's good ده كويس زي سير ده هو بيساله على النيو ريستورانت بيقول له what about the new restaurant. بس ده مش عايزين what about عشان ده جمله فقال له the new restaurant that's good يبقى let's go على طول. لما اقول لك that's good هذا جيد يبقى let's go to the new restaurant تعال نجرب المطعم الجديد. فقال له that's good المطعم الجديد حلو وبيقدم good food. فقال له نقط فقال له I don't like fish يبقى do you like fish. ما بحبش دو لايك ماشي هنعدوها او وات اباوت فيش يا اما وات اباوت فيش يا اما دو لايك فيش. فقال له وي كود هاف فرايد تشيكن ناخد فرايد تشيكن. فقال له اي لايك تريج يبقى ذاتس جريت او ذاتس جود هذا جيد انا بحب الفرايد تشيكن اللي هي الفراخ المقليه. I like wearing clothes which not make me comfortable أو relaxing. ما ينفعش comfortable لا يا باش comfortable يعني مريح وانت مريح ما ينفعش إنما هي بتخليني relaxing ما فيش هنا غير كده comfort الراحة نفسها ده اسم. Nurses اللي هما الممرضات exercise every morning when I was young. ايه ده سوري انا دخلت جملتين في بعض يا جماعه. نيرسز اللي هم الممرضات سام ادفايس يبدوني جيف مي هي جيف ادفايس يعطي نصيحه احفظها يا ابني جيف ادفايس. اي يوزد تو انا اعتدت على دوينج اكسرسايز ولا دو اكسرسايز لا طبعا دو اكسرسايز يعمل ايه رياضه. اف خد بالك ده تعبيرات برضه فعشان كده انا مش لازم اشرح لك اللي حواليها واللي جنبها واقلب دماغك احفظها كده زي ما هي يا حبيبي. If I feel bored لو أنا حسيت أنا زهقان أو ملان try هنا عايزة فعل زي ده ing try doing some drawing to relax do drawing برضو دي من الحاجات اللي هي محفوظة. My little sister أختي الصغيرة on me to help depends on يعني يعتمد على برضو احفظها زي ما هي يا ابني. It's important to have a healthy diet مهم جدا ان يبقى عندنا healthy diet يعني diet صحي. My brother wants to work as a cook ايه ده كوك دي بس مش كوك يعني يطبخ وكوك هنا بمعنى طباخ. طب الكوكر ده ممكن يكون البوتاجاز يا ابني a cook اللي هو الطباخ. I ate cake I have got stomach ache. Too much cake. أو too many cake. Too much cake عشان هنا الكيك مش محتاج لا اس تاخد too much. When you have لما انت تبقى have eat when you eat too little food أكل قليل قوي you don't have enough energy ما عندكش طاقة كفاية. There is نقط ميلك اللبن ما بيتعدش يعني ممكن ياخد اني بس ده مش نفي امشي يا اني هيبقى اما انف يا اما ليتل. بيقول لك وي دونت نيد مور يبقى انف مش محتاجين زياده مش محتاجين اكتر يبقى انف عندنا لبن كفايه مش محتاجين زياده. يا سلام يا سلام على القناعه.
I don't like city life. ما بحبش حياة المدينة. There are two cars. Too many cars. سايبها لك من غير مني يعني فقيك يا هلا. I spend too much money. الماني ما بتتعدش انا كده بتاخد ماتش. Please don't put any sugar. مش enough. حطش اي شجر لانه I don't like it too sweet. وممكن ماتش برضو بس ماشي هنكتب ماتش عشان هو بيقوله ما بحبهاش حلوة. ممكن ماتش برضو تمشي الاثنين شغالين. I can't wait for them. انا ما اقدرش استخدمهم wait يعني انتظر ما اقدرش انتظرهم. I have got I haven't got enough time. مش time enough. Enough time. تمام. Kinds of food we should eat. الأطعمة المفروض ناكلها أو الطعام الصحي. إن شاء الله أنا كنت عاملة باراجراف عن البالانس دايت نفس الفكرة تقدروا تطلعوا عليه. هسيبه لكم في صندوق الوصف. بقى في الأزهر شغال برضه. أعمل لك كورنر. أعمل لك كورنر للأزهر. بيقول لك we should eat what should you eat between meals. طبعا سناك وجبة خفيفة. Is fast food good to between meals? Yes. Fast food لا. No. Why don't you ليه انت مش try eating more food that gives you energy. ليه انت ما بتحاولش تاكل اكل يديك طاقة اكتر. انا لما حد بيقول لي why don't you ده اقتراح فبقول له that's a good idea. هذه فكرة جيدة. احفظها كده في دماغك يا ابني. حطها ايه في دماغك لان هي كده فعلا نقط. That's a good idea to eat fruit. يبقى what about fruit. ايه اخبار الفروت او ماذا عن الفروت. You should eat healthy food. انت لازم تاكل اكل صحي. تمام. بيقول له بعد كده you need to get the نقط. you need to get the energy عشان تجيب الانرجي الطاقة اللي انت محتاجها. let's sit down. لازم يلا نقعد. and نقط a rest. have a rest. برضو ده تعبير ماسك في بعضه كده. have a rest توأم ملتصق. my dad نقط restaurant in New York. owns. owns يعني يمتلك. يعني بابا عنده ايه مطعم في نيو كايرو في مصر الجديدة او القاهرة الجديدة. I don't bought any salt on salad. ما حطيتش اي ملح على السلطة. don't not presents from stranger. don't accept. ده accept يعني يقبل. انما ايه ده هي accept بكل انواعها. لا accept لان التصريف الاول اللي هو الفعل في المصدر عشان don't. تمام. ده جملة امرية وانا قايلها لكم عليها من شوية. he doesn't do any exercise او enough exercise. طالما مفيش اني يبقى enough ما بيعملش ايه exercise كفاية. healthy diet ده انا عملت باراجراف قبل كده هسيبه لكم في صندوق الوصف. يلا بينا على listening. هو listening هنا بيقول ايه بقى. خد بالك انا مش بترجم يا شباب بتاع جيم انت يا جميل فانت تسمع بس. بيقول لك we rarely order fast food from restaurant as my mom always cooks delicious food. she also says that food fast food is unhealthy. so we shouldn't eat it. I like fruit very much so I eat a lot of them. how is the food your mother's cook. ايه اخبار الماما الفود بتاع ماما. delicious لذيذ. what does your mother advise you to do. طبعا vegetables و اللي هو الخضار انت تاكل خضار. why what time اللي هو ايه what type of food. ايه هو انواع الطعام اللي انت بتاكلها. الفروت بتاكل فروت دايما. what is the text about القطعة بتتكلم على الهيلثي فود اللي هو الاكل الصحي. هدى is asking لميس. هدى بتسأل لميس about the kinds of food she likes على الانواع الطعام اللي هي لميس بتحبها. فهدى بتقول لها do you like food. yes of course. طبعا لازم اكون بحب الاكل. حد يكره. فقالت لها في هنا سؤال فقالت لها I like rice and pasta. يبقى what food do you like. ايه هو الفود اللي انت بتحبيه.
هيطلع I like rice and pasta زي ما قلت في هنا because، طالما because يبقى why، انا ما فكرتش لسه. they give me energy، why do you like them، ليه انت بتحبيهم، ليه بتحبي ال rice and pasta، why do you like them، ليه بتحبيهم. are you allergic to any kind of food، no I don't. allergic طبعا اللي هو الحساسية. what food are you allergic to، yes I do، yes I do. ما عشان هتلاقي what food، ايه الفود اللي انت nuts. I am او I have، I am وخلص. I am allergic to، انا عندي حساسية من nuts. طبعا كده هتلاقيها بس اوكي okay، مش مشكلة. the best thing you can do for your body، ايه الاكتر حاجة انت ممكن تعملها لجسمك، to exercise، انك تعمل رياضة. however على الرغم من how much is enough، ايه كم ال enough للإكسرسايز. not everyone، مش كل واحد agrees on exactly how much people should exercise each day. فيش حد وافق يعني محدد كمية الإكسرسايز اللي كل واحد محتاجها كل يوم، each day كل يوم. some people، بعض الناس think that doing simple things like cleaning and house، cleaning the house and walking is helpful. في ناس بتقولك ان شوية الغسيل وتنظيف البيت والمشي ده helpful، يعني حاجة فلك كويس. لا، other people do heavy exercise. في ناس بتعمل heavy exercise، يعني exercise تقيل every day such as running and swimming، زي الجري والعوم. one thing، شيء واحد experts agree، experts يعني الخبراء، الخبراء متفقين على ايه؟ on is that any kind of exercise، متفقين على ان اي نوع من الاكسرسايز، اي نوع من التمرين. طبعا تعال نكمل نقلب لك الصفحه ونقول اي نوع من التمرين بيكون good for you، كويس علشانك. تمام، اهم حاجه تروح الجيم بس تدفع الاشتراك. foods like fruits and vegetables، يعني الاكل اللي زي الفاكهه والخضار، should be eaten، المفروض يتاكل several times، اوقات عديده، each day كل يوم. it's also important to eat foods high in fiber. high in fiber يعني الاكل اللي فيه الياف كتير، such as beans اللي هو الفول، grains، fruits and vegetables. fiber helps your body، الالياف بتساعد جسمك to digest the food، يهضم الطعام اللي انت بتاكله. it also it دي بتشير على الايه، على الفايبر، خد بالك يعني سؤالك مش بعد شويه يعني ايه. it also protects your، بتحميك from getting some diseases، انك يبقى يحصل لك بعد الشر امراض like cancer and diabetes، زي الكانسر والدايبتس اللي هو المرض السكري. what is the best thing you can do for your body، exercise، احسن حاجه ممكن تعملها لجسمك انك تعمل exercise اللي هو التمارين الرياضيه. what does heavy exercise mean، running and swimming. اديني two examples، مثلين running and swimming. why is important، ليه مهم ان انت تاكل food high fiber، لسببين اللي هو to help، عشان اساعد our body، الجسم بتاعي to digest، عشان يهضم، and protects، ويحمي من الأمراض from disease، من الأمراض. the underlying pronoun، البرناون ده هوت الضمير ده هوت اللي تحت منه خط اللي هو it، بيشير للفايبر لسه قايلين من شوية. the best title of the passage، ايه أحسن عنوان للقطعة، بصراحة how to stay healthy، أحلى عنوان، إزاي تكون بصحة جيدة، مفيش أحلى من كده. cleaning the house is an example of exercise، simple exercise. ليه الاختياري، أنا عايزاكم تعذروني، حصل يعني
الكاميرا فصلت لحظة، فهتلاقي هنا وقفنا. انا شرحت حبة هنا، مش شرحهم تاني عشان اخش على المفيد، واعذروني اصل الكاميرا اللي معايا بتاعت عم فرج على مهله ده، عارف اللي هو ايه، ايه عندك اكتئاب. having something that makes you ill، حاجة بتعمل بتخليك ill، بتخليك مريض. طبعا الالرجي، ما تفكرش كتير وما تضيعش وقت وقتك. يلا معانا. I tried، انا حاولت ذلك. I tried that you gave me last night، اديتني الليله اللي فاتت. and I made delicious dish that recipe، انا جربت الوصفه اللي انت بعتها لي السنه الليله اللي فاتت، لكن وطبعا انا بقيت delicious. I made a delicious dish، يعني انا عملت طبق لذيذ. they not good fish in this restaurant، they serve. ويبدو ان المنهج اليونت 8 كلها اكل، فعشان كده استخدم لك كلمه سيرف، يعني يقدم الطعام او يخدم الطعام. يعني it's not to feel a little worried about before an exam، it's normal. normal يعني طبيعي، طبيعي انك تقلق قبل امتحان شويه، بس مش طبيعي انك تقرقط ضوافرك. to be healthy، عشان تبقى بصحه جيده. you have to get enough sleep، عشان تكون بصحه جيده لازم تحصل على نوم كافي. سالم must not well for the next exam، must revise. وانا لسه شرحها لكم revise فوق، لا مش انتوا، انا استني بس. اوكي انتوا بس بتوع المعاصر يعني revise فوق، اصل لسه مجاوبش السؤال زي ده في الايه، في المعاصر. when I tested the food، انا ما جربت الاكل. I found it، ما فيش هنا غير horrible. انا اسف يعني horrible يعني فظيع، لكن طبعا addicted يعني مدمن، ما ينفعش. ريال حقيقي، في الاكل حقيقي، ورونج خطا، يبقى هي هورب. لما جربت الاكل لقيت وحش، او لما دوت الاكل لقيت وحش. would your friends like not for dinner too، like بيجي بعدها فعل زي ing او اسم، يبقى coming. هل صحابك يحبوا يجوا على العشاء كمان؟ ومالهم هي. مها doesn't have many friends، مها ما عندهاش صحاب كتير. she only has a little friends، ولا a few friends. لا a few، اقول لك ليه few يا بنت، تعالى اقول لك، عشان الأصدقاء بيتعدوا، يبقى a few friends. a few يعني قليل، تمام. my mother أمي is making two not cakes for بسملة's birthday، too much cakes ولا too many cakes. too many cakes يعني كمية كيكس كتير عشان عيد ميلاد بسملة. ينفع two few ليا الولية كريمة ومحترمة، فعش حتى المعنى ما يركبش خالص، ما يجيش. بس اصل هو فيو ومن الاثنين بيعبروا عن العدد، يجي عندهم اسماء معدوده. I have a not few with، وطبعا الميه لا تعد، يبقى little. هو لو جالك فيو تديله little، لو جالك little تديله فيو، واتكل على الله في شيء حاجه. can I have some، طبعا هنا الطلب المؤدب يبقى في some، هل ممكن اتناول بعض العصير زياده يعني مش حاجه. don't heat، مش heat ليه، عشان دي جملة أمرية بيجي بعد الفعل في المصدر. not turn the lights، خد بالك don't heat bar for too long، يعني ما تسخنش المية، ما تسخنش الزبدة لمدة طويلة. for too long يعني لمدة طويلة. turn the lights off before you sleep، turn طبعا turn زي ما قلت لكم الجملة الأمرية، مش انتوا برضو معاصر بلغبط. turn يا جماعة دي جملة أمرية بدأ بفعل في المصدر بدون فاعل. turn the lights، يطفي النور قبل ما تنام. ولو خايف روح نام، خلص العمر وطير يا حمام. السلام عليكم.